السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بأفخم وأغلى متابعين بالعالم، متابعين قناة وموقع عرب تي تي. اليوم نحدثكم من ضواحي مدينة برشلونة عن التجربة الأولى لجيل جديد بالكامل من الفيجو 408. شو محضرين لنا مفاجآت شركة فيجو الفرنسية؟ شو الخطة تبعتهم؟ شو خطتهم بأسواقنا؟ شو أبرز المواصفات والأشياء الجديدة المميزة اللي ضايفينها على السيارة؟ كلها إن شاء الله راح أخبركم إياها بفيديو واحد، خليكم معنا. انطلقنا على طرقات شوارع برشلونة. شركة بيجو بتهتم بتفاصيل صغيرة، ولكن التفاصيل هاي بتعمل فرق كتير كبير مقارنة بمنافسينها. بداية الزجاج الموجود الجانبي والأمامي عم بيكون الخمل تبعه، درجة الثيكنس تبعته أعلى بكتير من المنافسين. بصراحة اليوم سكت السيارة سرعة 130، ضربات الهواء اللي كنت أسمعها جدا بسيطة من المنطقة هاي. غير هيك عزل السيارة يعتبر جدا 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 ممتاز بالفئة هاي من السيارات يا جماعة. شغلة مميزة كمان بالسيارة عجبتني كتير، نعومة تبعتها لما تمشي فيها على الطريق. سيارة ناعمة هادية، على المطبات ناعمة جدا، ما بتحس بالمطب، ما بتحس بالحفر، مشيتها حلوة. القيادة تاعت السيارة جميلة، التحكم بالستيرينج، ما عندك فراغ بالستيرينج. الستيرينج شوفوا هاي أمامي مطب، طلعوا أنا ماشي هلا 47، أكلت المطب. طبعاً مطب أوروبي خفيف، يعني مش المطبات اللي بعض الدول العربية موجود مطب بيكون جبل. المحرك اللي أنا بجربه لليوم يا جماعة هو محرك البلاجين هايبريد، بالأغلب ما راح يتوفر في أسواقنا بالخليج تحديداً. المحرك راح يتوفر عندنا بالمنطقة راح يكون محرك الأربعة سلندر 1600 سي سي. هذا المحرك بولد تقريباً قوة حصانية مقدارها 225 حصان. طبعاً سيارة 408 بتتوفر بثلاث خيارات: الألور، الالور باك، والجي تي. الجي تي طبعا هي الاعلى، الالور بتكون اقل. راح تتوفر سياره البيجو 408 بتقريبا منتصف سنه 2023، نظرا انتم عارفين الا مشاكل الشرائح، مشاكل القطع والامور هاي، ففي تاخر بوصول السياره على اسواقنا وفي منطقتنا. ممكن توصل على اسواق شمال افريقيا قبل اسواق الخليج، هذا على الاكيد، وحتى سوق مصر راح توصله قبل الخليج على الاكيد. بيجو شو وضعها كشركة؟ هلأ بيجو جزء من تحالف كتير كبير اسمه ستلانتس جروب، 14 علامة تجارية كلهم متحدين مع بعض. طبعا تم الاستحواذ من PSA، دخلوا بشراكة استراتيجية مع جروب FCA. FCA اللي هم كانت فيات كرايسلر أوتوموبيل، الشركة تعرضت لأزمات كتير كبيرة، اتحدوا مع PSA جروب اللي هو كانوا ستروين بيجو واشتروا أوبل، صاروا 14 مجموعة وعملوا ريبراندنج لإلهم، وصار الاسم التجاري تبعهم هي مجموعة ستلانتس. المجموعة هاي من أكبر المصنعين السيارات بالعالم، أعتقد هي ترتيبها رقم 4 أو 5 على العالم من ناحية الإنتاج. الحلو بالتحالف هذا أنه أتاح لشركة صغيرة مثل بيجو متقوقعة بالقارة الأوروبية فقط، وهي مشهورة فقط بفرنسا، بإيطاليا، بأجزاء من ألمانيا، بأجزاء من بريطانيا، بأجزاء من إسبانيا، وعندها شراكة استراتيجية بالسوق الصيني. هذه الشراكة أتاحت لهم أنه هلأ ممكن هم يدخلوا على السوق الأمريكي. أي نعم، ما في سيارات فرنسية بأمريكا، رينو، بيجو، ستروين، هذول كلهم مو موجودين بأسواق القارة تاعت أمريكا الشمالية نهائياً. شو السبب؟ هم يحاولوا يدخلوا أكثر مرة وما نجحت، سياراتهم غير متوافقة مع الدي إن إيه تبع القارة تاعت أمريكا الشمالية. الفكرة اللي كانت غلط عند بيجو إنه كانوا قبل هم بيفكروا بالعقلية الأوروبية فقط، يعني متقوقعين الجماعة على حالهم وبس بيفكروا بالطريقة تبعتهم. اكتشفوا انه هذا ما بيطعم خبز، وهذا بيؤدي شركاتهم انها تفلس تماما وتسكر وتدخل بصراع كتير كبير مالي، وهذا الاشي البيجو عانت منه بكثرة، خصوصا بعد الازمة المالية اللي صارت سنة 2008-2009. بالوقت الحالي مع شركتها بستلانتس في عندهم خطة استراتيجية انه يستعملوا الشاصيات والبلاتفورمز والتكنولوجي اللي موجود بهاي السيارة على سيارات فيت اللي اوريدي دخلت على السوق الامريكي من خلال مجموعة FCA سابقا. في كلام انه نفس الشيء كمان يستعملوا المحركات والتقنية الموجودة عند بيجو يحطوها يضيفوها على شركة لانسيا ويدخلوا فيها مثلا دول مثل أوروبا، أوروبا الشرقية اللي هي فيت ولانسيا قوية فيها. رأيي الشخصي بسيارة البيجو 408، سيارة تصميمها جميل، تصميمها جدا غريب من الخارج، هي ما بتعرف هل هي سيارة سيدان، هل هي سيارة كروس أوفر. التصميم جريء حبتين زيادة، تصميم كشكل خارجي لما شفت السيارة أول مرة سيارة شكلها جميل. بيجو دائما كانت عندها مشكلة إنه تصميمها نوعا ما محافظة، مملة، تستهدف نوعا ما فئة أكبر عمرا من الجمهور تبعها. بال 408 عم تاخد خطوات أجرأ،
عم تاخذ خطوات تتقرب اكثر من الناس اللي بدها تشوف سياره شبابيه اكثر، سياره ملفته للنظر اكثر. هاي الهويه الشبابيه عم تلمسوها بالواجهه الاماميه للسياره، شوفوا الجريل الامامي تبع السياره، حتشوفوا كيف التصميم تبعه حاد جريء ملفت للنظر. عم بتشوفوا الاضاءات سواء الديلايت او حتى ال اي دي جميله جدا، تصميمها كمان غريب كهويه تصميميه من بيجو. ثاني اشي عجبني جنوط السيارة، التصميم تبعهم والحجم تبعهم، حجمهم 20 انش، التصميم تبعهم جدا مميز. شوفوا التصميم، انتوا احكوا لي بخانة التعليقات تحت رأيكم بحجم الجنوط والتصميم تبع الجنوط. شعارهم الجديد بصراحة من بعد ما عملوا له ريفامبينج جميل جدا، وعم بعطي هوية هيك مستقبلية للسيارة. وشعار الأسد بالجنب بالطريقة اللي حاطينها أنا بصراحة شخصيا عجبني كتصميم. من جنب السيارة شوفوا المحور الأمامي قديه بعيد عن المحور الخلفي، هاي المسافة كلها انعكست وين؟ على الداخل. تعرفوا شغلة، بما أنه بنحكي على داخلية السيارة خلينا نشوف داخلية السيارة بعدين نرجع بنكمل تصميمها الخارجي. بالنسبة للمقعد الخلفي بسيارة البيجو 408، بداية السيارة بتتسع لثلاث أشخاص بكل أريحية. بصراحة المساحة الداخلية أنا نفسي انصدمت منها، تعتبر مساحة جدا ممتازة. شوفوا المساحة عند الأقدام يا جماعة، شوفوا المساحة تحت الرأس. أنا طولي 1.83 سنتي، أنا مو لامس نهائيا السقف وعندي فيو سنتيمتر. المساحة عند الأقدام كمان تعتبر مريحة جدا. في فتحات تكييف واصلين للمقاعد الخلفية، فتحتين يو اس بي، وعندي مكان أيضا للتخزين. طبعا في عندي مسند وسطي مع حاملات أكواب بالمنطقة هاي. عندي خاصية الايزوفيكس لانه سيارة عائلية وانت ديفنتلي بحاجة انك تثبت مقاعد اطفال، فموجود عليها. بيجو 408 من الامام، طبعا بداية السيارة يا جماعة طريقة التصميم تاع شركة بيجو اللي هو الجماعة مينيماليست، بحاولوا قدر الامكان يخففوا من الازرار والكبسات، وهاي موضة شغالين فيها اغلب شركات السيارات. الجماعة عم بيعملوا لنا منيو واضح جدا، بسيط جدا، انيق جدا. ازرار رئيسيه هاي اعتبروها زي ويدجتس، موجود عندي هنا خمس وضعيات مختلفه، انا بامكاني حتى اتحكم بهاي الويدجتس الاختصارات، امتى اضغط عليهم. مثلا انا هم ضايفين ميديا وانرجي ونافيجيشن وفون وميرور سكرين، انا بامكاني اغيرهم، تختار انت شو اللي تضغط عليه اكثر، مثلا راديو، والله لا انت بدك مثلا نظام السيتنجز تبع السياره بتفضله اكثر، بتغيرهم زي ما بدك. بالاعلى شاشه مقاس 10 انش، طبعا الشاشه عباره عن تاتش سكرين تتحكم فيها بكل سهوله، انا بصراحه ما شفت اي مشاكل فيها، حتى اسلوبها وطريقتها وعمليه التعاطي معها عم بتكون جدا سهله. بالمنطقه العلويه هون عندي وايرلس تشارج، كبسه ستارت ستوب عم بتكون تشغيل السياره بالمنطقه هاي، غريب انه حاطينها بالوضعيه هاي. جير السياره شوي بدك وقت تتعود عليه لانه عباره عن زي هيك قرص بسيط تحركه للامام او للخلف. وعندي كبسه بي، هاي كبسه البي بما انه السياره النسخه اللي عم بجربها لليوم هي نسخه البلاجن هايبريد، فهذا البي تعود الى البريكنج انرجي اللي هو لما ترفع اجرك عن دواسه البترول الانرجي تاعت المحور الامامي عم ترجع مره ثانيه للبطاريه، لبطاريه البلاجن هايبريد عشان تعيد شحنها اثناء قيادتك. عندي هون كبسه زر بسيطه فيها وضعيات القياده، وعندي بالمنطقه هاي اماكن تخزين، عندي مكان تخزين، عندي الفينجر بريك، وعندي بالمنطقه هاي ايضا حاملات اكواب تنتين مع يو اس بي تايب سي ويو اس بي عاديه، وايضا مكان كثير كبير لا تحط الموبايل تبعك في حاله انك انت ما بدك تشحنه بالوايرلس تشارج. اكثر شيء عجبني بال408 عجله القياده تاعت البيجو المعروفه البسيطه جدا، الحجم صغير والجريب تبعها جميل، يعني تفرج على الشكل تبعها. وبالترم اللي معي لليوم كلمه الجي تي طالعه هيك طول الوقت، فجميله جدا حرفين هالجي تي بسكروك دائما بعرب جي تي. شاشه امام السائق برضه فول ديجيتال، حبيت جدا عمليه التطريز الموجوده على السياره. السياره بتعطيك ايحاءات انه سياره فخمه وانيقه جدا، وهي عن جد فخمه وانيقه جدا، ولكن بتكلفه معقوله مقارنه بالسيارات الثانيه اللي بتنافس بهاي الفئه من السيارات. بيجو 408 من ورا بحيرك التصميم والشكل تبعها، تحتار ما هي بين سيارة سيدان ولا سيارة كروس أوفر ولا سيارة شوتينج بريك مع هالروف لاين الموجود بالخلف، ولكن بصراحة تصميمها من الخلف جريء وجميل جدا، أنا شخصيا عجبني جدا. شوف الإضاءة الثلاثية الموجودة، شوف الديفيوزر الخلفي، هذا البلاستيك الأسود مستمر على فئة الجي تي سواء من الخلف أو من الأمام أو من الجنب، عم يعطيها بعد كأنها سيارة SUV مرتفعة مقارنة بأبعادها الحقيقية اللي هي أقرب لسيارة سيدان ما تكون سيارة SUV. طبعا مساحات تخزين عملاقة داخلية،
كل شيء كهربائي أكيد. وزي ما خبرتكم إنه تصميم السيارة نوعا ما من الخارج بحيرة، ما بحيرني أنا فقط، حير كل الصحفيين اللي كانوا موجودين معانا اليوم ببرشلونة لتجربة السيارة. شركة بيجو حققت نجاحات كتير كبيرة بمنطقتنا بسيارات ال 3008 وال 5008، نظرا انه هاي السيارات كروس اوفر او SUV، اخذت شعبية انه سيارات اقتصادية بالبنزين ذات مواصفات جيدة، والوكيل اعطى عليها ورنتيز واعطى عليها كفالات طويلة الامد جيدة جدا، فشجعت الناس انه تجرب سيارات بيجو. هاي السيارة الغريب بالموضوع بالعلامة التجارية تاعت بيجو تحديدا، انه عندك انت نوعين من الناس، نوع من الناس بحكي لك بيجو واللي جرب سياراتهم وركب سياراتهم واختبر سياراتهم بيعشق سيارات بيجو، بحب السيارة، بحكي لك ممتازة، صرفيتها جدا ممتازة بالبترول، سواقة السيارة غير، يعني أنا هذا الشعور ما رح يفهموا علي غير اللي سايق سيارة بيجو بحياته. يعني لما تجلس خلف عجلة القيادة وتسوق السيارة مختلفة عن السيارات الكورية أو اليابانية أو الصينية أو الألمانية حتى، وناس تانيين بيحكي لك مستحيل أشتري بيجو، مستحيل، سيارة صغيرة، السيارة مو منتشرة عندنا، ريسيل فاليو تبعها جدا سيء. هذا الكلام بيكون من ناس ما عنده بيجو. أصحاب السيارة بيحكي لك والله الوكيل ممتاز وبروح بودي الصيانة عليه والأمور تمام. أي شخص جرب سيارات بيجو بديك تكتب لي تحت بقناة التعليقات، اكتب لي رأيك وتجربتك بسيارات بيجو، أي سيارة أنت جربتها، على أساس الناس اللي بيحضروا مش بس يسمعوا من مصعب، يسمعوا أيضا من الناس اللي جربوا بيجو، يعرفوا أكثر عن السيارة، هل فعلا قطعها غالية؟ هل قيادة السيارة مملة؟ هل السيارة حساسة زيادة عن اللزوم؟ نعرف منكم من خلال التعليقات. أنا سكت السيارة يا جماعة 3 ساعات 178 كيلو، نزلت أقل من شخطة، فاقتصادية السيارة بالبترول، وهذا يعني بسيارات البيجو حتى السابقة كانت جدا اقتصادية. أنا سبق وجربت 3008، اختبرتها لمدة، كانت فعلا سيارة اقتصادية جدا بالبترول. تقنيات المحرك تبعهم بتشوف أنت المحرك صغير ولكن القوة تاعته اللي بتصدر منه تعتبر جيدة جدا، وبنفس الوقت كمان استهلاك البترول بيكون كمان جدا اقتصادي. طبعا السيارة البيجو 408 هي دفع أمامي للعجلات، يعني هذا جزء كتير كبير من توفير البنزين يعود الفضل لإله نظرا أنه السيارة دفع أمامي للعجلات. كانت هاي تجربتي لسيارة البيجو 408، إن شاء الله بس توصل السيارة على أسواقنا نجرب لكم إياها، وإذا بدكم نشوفوا مع عرب جي تي تجارب أكثر لسيارات بيجو خبرونا بخانة التعليقات، ممكن نطلب من الشركة عدد من السيارات. إحنا صرنا مدة طويلة زميلي كريب ما جرب سيارات بيجو ببرنامج تيست درايف، فخبرونا بخانة التعليقات إذا بتحبوا هيك نعملكم تجارب تفصيلية. أنا بصراحة بتغطي خاصة دائما بيكون معانا عدد معين من الساعات فلازم سريع ننجز فيه، فبحاول قدر الإمكان أعطيكم أبرز الأمور والتحديثات والتغييرات بالجيل الجديد من بيجو 408. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، لا تنسوا اللايك الشير السبسكرايب بقناة عرب جي تي، ولا تنسوا تشيكوا على منصتنا لتأجير السيارات عرب جي تي رنتل، فيكم تشوفوا تحدد الدولة اللي انت بدك تسافر عليها أو الدولة اللي انت بتعيش فيها وتشوف عدد كتير كبير من الخيارات للسيارات المعروضة للإيجار في بلدك وفي المنطقة اللي انت تسافر عليها بأفضل الأسعار بإذن الله. شيكوا عرب جي تي رنتل كار موجود بخانة الوصف، خبروني شو رأيكم بالعروض والأسعار وكل الأمور هاي. تحياتي لكم، السلام عليكم.